أحرز السائق الليتواني فايدو تاس زالا والسائق الفرنسي جيري لاين شيشيريه من فريق البحرين ريد إكستريم مركزين من المراكز الثلاثة الأولى في مرحلة اليوم برالي داكار السعودية. هذا وفاز السائق السعودي يزيد الراجحي بلقب المرحلة السابعة التي امتدت من الرياض إلى الدوادمي، وسجل السائق الليتواني فايدو تاس زالا مع ملاحه البرتغالي باولو فيوزا ثاني أسرع زمن بالمرحلة السابعة بسيارة برود درايف هانتر خلف يزيد الراجحي الذي قاد سيارة تويوتا، بينما سجل جير لاين شيشيريه ثالث أسرع زمن واحتل المركز الثالث بسيارة برود درايف هانتر أخرى في المرحلة التي بلغت مسافتها 333 كيلومتر، واحتل سيباستيان لوب المركز التاسع في المرحلة إلى جانب ملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برود درايف هانتر، واستمر في صعوده المذهل إلى المركز الخامس بعد تعرضه لمشاكل سابقة. وبذل شيشيريه جهدا كبيرا اليوم وكان يبدو وكأنه فائز محتمل بعد تصدره معظم المرحلة السابعة أملا بتسجيل انتصار آخر في رالي داكار الصعب والذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه. ويتطلع لوب نجم فريق البحرين ريد إكستريم لجمع المزيد من النقاط الثمينة في بطولة هذا العام المكونة من 5 جولات، وذلك خلال مرحلة الغد والممتدة من الدوادمي إلى الرياض.